الأسبوعية اللي كلكم بتستنوها، وضيفنا طبعا اللي دايما بينورنا الأستاذ دكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور هاني، احنا الحقيقة عندنا النهارده كان في ناس كانت بتسأل من الأسبوع اللي فات عن البهاء، صحيح. واحنا عايزين نبتدي النهارده بس فقرتنا بموضوع البهاء، لأن ناس كتير كانت بتسأل عنه وكانت بتسأل على أسبابه وعلى طرق علاجه. هو الحقيقة أنا عايز أبدأ بحاجة كده من الأول عشان الناس تبقى، مرض البهاء مرض غير معدي قبل ما نتكلم عليه. يعني دي أكتر حاجة لا لا، أصل الناس دايما بتسأل، مرض غير معدي ليس لها علاقة بالأكل، ولم يثبت علميا أنه مرض وراثي. دي أنا بحط تحتها يعني حتى لو في بالأكل العيلة. ولا وراثي؟ مش دعوة بالأكل خالص، يعني الأكل بيزوده ولا سبب. هو الحقيقة المرض ناتج عن نشاط زايد في الجهاز المناعي، يبقى اذا هو مرض مناعي. مرض مناعي، يعني ايه مرض مناعي حضرتك؟ يعني بيحصل خلل في الجهاز المناعي بتاعنا، ده شغلته انه بيحمي الجسم من اي هجوم من الميكروبات. اوكي. ازاي؟ انه بيطلع اجسام مضاده تحارب الميكروبات، دي شغلته. احيانا يحدث خلل في هذا الجهاز، بدل ما يطلع الاجسام المضاده دي تحارب الميكروبات او البكتيريا او الفيروسات، يتجه الى خلايا الجسم يحاربها ممكن اكتر من مكان. هنا في مرض البهاء بيتجه الى الخلايا الصبغيه اللي هي بتطلع ماده الميلانين اللي بتدي الانسان اللون بتاعه، فيبدا يحارب الميلانوسايتس او الخلايا الصبغيه دي، يكسرها فتترك مكانها فراغ. هو ده اللون اللي بنشوفه، بيبقى لون فاتح كده، اللي هو اللون اللي بنقول عليه ابيض. هو حقيقه مش لون، بالعكس هو مساحه من الجلد فقدت اللون الاصلي فتبان كانها ابيض. ممكن يبان على هيئه بقعه، يعني مثلا ممكن البهاء يجي بقعه واحده بس في الوجه، ويفضل طول عمره كده بس في المكان ده، ما يطلعش في حته ثانيه، وممكن يظهر في اماكن مختلفه في الجسم، ممكن ياخد اشكال مختلفه، يعني بص ساعات يجي سيمتريكال، يعني مثلا ايه، كوع ده وكوع ده، الركبه دي والركبه دي، الجنب ده والجنب ده، وممكن يوزع بطريقه عشوائيه. طب هو سببه يعني ده السبب؟ نشاط زايد في الجهاز المناعي. نشاط زايد. في بقى يا فندم ناس بتقول ايه، ان مثلا حد بالفعل عنده بهاء ففي حاجات بتزوده، ايه بقى اللي ممكن يزود البهاء؟ انا عايز اعرف، ولا دي بقى اي كلام اللي بيقعدوا يقولوه على الحاجة الفيسبوك؟ الوحيده اللي ممكن تزود البهاء هو تعرض الشمس، عكس ما كثير ده في ناس بتقول لا تسمر. كان زمان الطب بيقول للمريض اقعد في الشمس، عشان خاطر الشمس طبعا بتاثر على الخلايا، بتعمل نوع من زي حروق، فالجسم يتفاعل معاها فيطلع خلايا ملونه تنشط فتطلع ماده الميلانين. ايوه بس انا هنا وما عنديش الخلايا الصبغيه، هتبقى برضه فاتحه، هحرق الجلد. هتفضل بقى لغايه ما تتحرق. واللي بيحصل ايه؟ المريض بقى لما بيتعرض للشمس هتلاقي الجزء الداكن العادي بيسمر زياده على اللزوم، احنا ما بنقعدش في الشمس بنسمر. فيبان المرض اكتر، فتلاقي المرض يقول لك انا لما بتعرض للشمس المرض بيزيد. هو حقيقه طبعا الكونتراست في الالوان بيبقى جامد. فبيبان ابيض اكتر. عشان كده احنا الشمس بتاثرش، الشمس بلاش. انما هو الحقيقه لا يتاثر بالاكل ولا تأثر بأي حاجة خالص، يعني ما فيش. في طبعا نظريات تقول لك ان العامل النفسي ممكن يأثر. هو الحقيقة العامل النفسي دايما يهاجم نقطة ضعف الإنسان، يعني لو واحد عنده انفلونزا وتعرض لتوتر، تبصي بعد ما يخف 5 أيام يقعد اسبوع. عشان كده يقول لك انا ما بخفش، لما حد يبقى زي يقول لك انا من كتر ما انا متضايق ما بخفش، اللي يجيله بقى انفلونزا، اللي يجيله مشاكل في المعدة، كل واحد قولون. حسب قولون يبقى اذا مش العامل النفسي هو السبب، لا هو العامل النفسي هنا تريجر فاكتور، يعني بيظهر الحاجه بيجي على المكان على حاجه الضعيفه، نقطه ضعف، نقطه الضعف. عندي اكزيما، عندي كحه، عندي اي حاجه، لو تعرضت لتوتر فبيزيد. اوكي تمام، فده السبب بتاع ايه هو مرض البهاء وتعريفه يعني. طيب هناخد احمد من الجيزه. الو احمد، معلش حاول تكلمنا تاني. معايا مين؟ طيب خلينا بس استاذن حضرتك، نشوف البيان رقم 29 الخاص بالقوات المسلحه بشان العمليه الشامله سيناء 2018، ونرجع مره اخرى مشاهدينا، ابقوا معنا. استمرارا لجهود ابطال القوات المسلحه والشرطه لاستئصال جذور الإرهاب، فقد أسفرت النجاحات المتتالية لخطة العملية الشاملة سيناء
2018 خلال الفترة الماضية عن تحقيق النتائج الآتية: قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير وكر للعناصر الإرهابية بالظهير الصحراوي الجنوبي، أسفر عن تدمير عربة دفع رباعي والقضاء على العناصر الإرهابية المتحصنة داخله. كما نجحت القوات الجوية على الاتجاه الغربي من تدمير 25 عربة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والبضائع المهربة أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية للبلاد، واستهداف عدد من الأوكار نتج عنه القضاء على 8 عناصر تكفيرية مسلحة بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء. القضاء على 10 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة خلال عملية نوعية لعناصر الأمن الوطني بالعريش، والتحفظ على 3 بنادق آلية وبندقيتين خرطوش وعبوتين ناسفتين. القبض على 129 فردا من المشتبه بهم والمطلوبين جنائيا. قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وإبطال مفعول 141 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات على محاور التحرك، وضبط عدد من المواد التي تستخدم في صناعة العبوات الناسفة وكميات من مادة TNT شديدة الانفجار بشمال ووسط سيناء. تدمير 147 وكرا ومخزنا وخندقا بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء عثر بداخلها على عدد من الأسلحة والذخائر وقطع الغيار ومواد الإعاشة وكتب وشرائط كاسيت تدعو للفكر التكفيري، ولابتوب محمل عليه مواد فيلمية وجهاز تنصت. ضبط وتدمير والتحفظ على 16 سيارة أنواع، وتدمير 35 دراجة نارية بدون لوحات معدنية. وفي إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قوات حرس الحدود بالتعاون مع الأفرع الرئيسية لتأمين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، تم اكتشاف وتدمير فتحة نفق بشمال سيناء، وضبط 8 بنادق مختلفة الأنواع و6 خزنة، كما تم ضبط 3368 كيلوغراما لجوهر الحشيش المخدر، و365 كيلوغراما لنبات البانجو، و37 كيلوغراما لجوهر الأفيون، و1.5 مليون قرص مخدر. كما تم ضبط 5 أجهزة تستخدم في الكشف عن المعادن وإحباط محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية لعدد 1383 فردا من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد. ونتيجة للأعمال البطولية استشهد ضابط من أبطال القوات القائمة بتنفيذ المداهمات، ويستمر رجال القوات المسلحة والشرطة في استكمال القضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية والحفاظ على أمن واستقرار الوطن وسلامة شعبه العظيم.
تابعنا طبعا مع بعض مشاهدينا البيان رقم 29 صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بشأن العملية الشاملة سيناء 2018. 1,000,000 تحية لقواتنا المسلحة. طبعا احنا شفنا حجم الضبطيات ويعني كمان القبض على العناصر الإرهابية اللي كانت ممكن هي تضر بمصلحة هذا الوطن، والحرب لسه قائمة لحد دلوقتي حقيقة دكتور. انا عايز اقول لك حاجة، حتى المخدرات دي ما هي دي حرب دولة ضد الشعب، يعني مش يعني ده مش منفصلين عن بعض. انت بتحارب على 15 تكفيري نشر مخدرات نشر الحاجات دي طبعا. فالحقيقه تحيه لقواتنا المسلحه الحقيقه طبعا، يعني دور بطولي والله، يعني دور بطولي ربنا يبارك. خلينا نقول ان برضو يعني لسه لغايه دلوقتي الحرب مستمره، ويعني ان شاء الله ان شاء الله باذن الله مصر دايما منصوره، وهنوافي حضراتكم باي تفاصيل جديده بهذا الشان. طيب دكتور نرجع تاني للموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه، وكنا الحقيقة بنتكلم عن البهاق وبعض الشائعات اللي كانت بتقول مثلا ان في حاجات ممكن تزود اكل مثلا كذا. حضرتك قلت لي بس التعرض للشمس، ان مفيش اكل، مفيش حكاية البرص اللي كان في الملح دي والحاجات. اما دي الشائعات يعني برضو يعني يقول لك اصل البهاق هو اسمه البرص. البرص فانا قعدت ادور على قصه، قال لك اصل ده لو البرص مش على الملح ايوه والواحد كاله يجي له البهاق، فعشان كده اسمه برص. طبعا ده كلام تخريف. ده اي كلام. البرص يعني هي حشره بتاع، قصدي كائن غلبان يعني. بس كان في ناس كتير بتقول يعني دايما تسيبوا الملح تخلوه بتغطي عشان لو برص جه عليه يجي لك بهاق. لا ده كان مش مظبوط. هو طبعا اي اكل لازم يتغطى، مش مش بس تحديدا مش عشان كده. وبعدين برضو ساعات في ناس تقول لي ايه الاكلات الممنوعه للمريض؟ ما فيش اكلات ممنوعه، يعني البهاق مش دعوه بالاكل زي ما قلت، فما فيش حاجه اسمها ما تاكلش ده. يعني في ناس إيه مثلا ما تاكلش اي حاجه لونها ابيض، قال يعني عشان خاطر بقى لون ابيض فما يكونش. طبعا كلام مش مظبوط، يعني ياكل زي ما عايز مش اي مشكله. طيب خلينا ناخد تليفون احمد. الو. وعليكم السلام. صباح الفل، اتفضل. لا بكلم دكتور هاني. اتفضل دكتور هاني مع حضرتك. تحت امرك يا فندم. دكتور هاني، دكتور عندي 24 سنه وشعري مسجد من قدام. تمام. وانا بقالي بس اكثر من سنتين وانا كل شويه احلقه خالص. ايوه تمام يا خالص. هو فجاه برضه انا جيت مسجد برضه. طب قول لي يعني الاسره كده، خلانك والوالد وجدك، هل في حد فيهم اصلا؟ الله، ابويا واخويا الكبير. طيب يعني اذا مش عيب، يعني حاجه كبيره، انت طالع زي الوالد، فده معناه ان احنا داخلين على يعني احتمال يكون صلاح. عايز اقول لسيادتك حاجه عشان الواحد يكون امين، الصفات الوراثيه لا تعالج بالادويه، وبالتالي اذا كان هناك صلع فلا يوجد علاج دوائي للصرع. انا بقولها كلمه واضحه كده عشان حضرتك ما يبقى لما تسمعش اعلانات ويقول لك ده دواء جديد بيعالج الصرع، ده كلام غير علمي. انما الحل الوحيد، ودي حاجه انا ما بعملهاش، يعني بتبقى لو صلع كامل مفيش شعر خالص بيتعمل زراعه شعر، ولكن ده بعد سن ال 30 مش قبل كده. هذه الفتره حضرتك بس مطلوب التغذيه السليمه، الاكثار من شرب الميه، طبق السلطه الخضراء كل يوم، وما فيش مانع تاخد فيتامينات. ولو دخلت على صفحتي على الفيسبوك هتلاقي كبسولات معينه، خد كبسوله بعد فطار كل يوم وامشي عليها على طول، فدي هتقلل شويه معدل السقوط، انما لن تمنع ظهور الصرع الوراثي. والف سلام عليكم. شكرا يا احمد. طيب هنا في احمد صابر بيقول يا دكتور عندي 17 سنه وعنده في شعره بعض الشعر الابيض وهو ليس وراثه، هل ممكن يعرف السبب وهل يوجد علاج؟ هو عرف ازاي انه مش وراثه؟ ابعت لنا بقى. عرفت ازاي؟ عرفت ازاي ان هو مش وراثي؟ لان الشعر الابيض دايما بيبقى عامل وراثي، الا في بعض حالات البهاق اللي كنا بنتكلم عليه. لو البهاق اصاب مثلا منطقه فروه الراس فالجلد بيبقى ابيض، الشعر اللي بيطلع منه عاده بيبقى ابيض، فهنا لازم يتاكد. عشان يبقى عنده خصله. فلو خصله بيضة نبص، ولكن احيانا يعني بتبقى في ناس عندها الخصله البيضة دي. فاكر كان في فنانه زمان كانت اعتقد اسمها حاجه ماضي، زوزو ماضي. زوزو ماضي كان عندها خصله بيضاء كده. كانت حلوه شكلها حلو. دي كده هي دي صفه وراثيه كده، يعني مش مرض. في ناس كانت بتعملها، يعني هي بتعملها وفي ناس بتعملها طبعا. هي كانت طبيعيه الحقيقه.
فاذا الشعر الابيض ليس مرض ولكنه بتبقى يعني صفه وراثيه. طيب عبد الله على فكره ثانيه واحده ولا يوجد علاج للشعر الابيض. ده في ناس بتحب الشعر الابيض ده دكتور بيصبغ شعره. لا في ناس ساعات بتسالني اكتب لي دواء للشعر الابيض. لا يوجد الصفات الوراثيه لا يوجد ما عدا الصبغات بقى نصبغ حنه كلام والحنه طبعا افضلهم يعني. انما مفيش ده علاج دوائي للشعر الابيض. مفيش دواء يخلي الشعر يرجع اسود تاني. طب معلش بقى سؤال، هل دايما كنت بسمع ان الشعر الفاتح بيبيض اسرع من الشعر الغامق؟ ده حقيقه. حقيقه ده حقيقه. يعني بص دايما الاجانب شعرهم بيبيض او شعرهم بيبيض. ليه؟ لان هو اساسا الشعر الفاتح ده ضعف في الصبغه. اوكي. يعني مش هو لونه ده حاجه حلوه ده كميه الميلانين قليله. فهي مش حاجه حلوه مش هي حاجه كده. لكن ده معناه الشعر ضعيفه. والناس اللي شعرها اسود قوي هتلاقيها دايما في جنوب شرق اسيا في افريقيا شعر اسود. الناس دايما اللي بتبقى شعرها اسود قوي او بشرتها سمراء تحس ان ما بيبقاش فيها تجاعيد بسهوله. طبعا. والشعر الاسود ما بيبيضش. ليه؟ بيبيضش مش بس يعني. كده وهتلاقي دايما اصحاب البشره البيضاء زي الاجانب يبان عليهم تجاعيد بدري. ليه؟ لان طبعا هنا مفيش ميلانين. الميلانين ده اللي مسؤول عن اللون. بيحمي الجلد من اشعه الشمس فوق بنفسجيه. فطبعا مش موجود، فالاشعه بتكسر الكولاجين بتكسر الدهون. لما بيبقى عندي صبغه كتير كميه جامده جدا هتبص تلاقيها بتحمي. عشان كده الناس اللي يعني السمر قوي ما تلاقيش عندهم تجاعيد بيض. لان الميلانين اللي عندهم بيحميهم من الكلام ده. تمام. طيب عبد الله عبد الستار بيقول لدكتور هاني عندي 14 سنه ممكن علاج لحبوب صغيره في الجبهه؟ طبعا دي بدايه ظهور حبوب الشباب. حبوب الشباب دي بدايه حبوب. انا طبعا بفكرك عبد الله بالوصفه السهله عشان انت لسه صغير بعيد عن الادويه خالص. بتجيب مقدار ملح على 9 مقادير ميه. 1 لـ9 كوبايه لـ9 فنجان لـ9 معلقه لـ9 تمام 1 لـ9 وبدوب الملح في المايه كويس قوي. باخد الغسول ده بغسل بيه وشي الصبح مره والظهر وبالليل مره. بيقلل الدهون وبيقلل ظهور الحبوب يمنعها. ودي وسيله طبيعيه امنه بعيده عن الادويه واوفر كمان. تمام يا عبد الله يا ريت تكون متابعنا. طيب هناخد احمد من الاسماعيليه. الو احمد. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام اتفضل. سلام دكتور هاني. اتفضل يا فندم. بقول لك حضرتك يا دكتور انا طلع لي نقط بيضاء كده في الجلايه. ايوه. ورحت كشفت الدكتور قال لي ان هو بهاء. الف سلامه حضرتك. الله يسلمك. انا مشيت على العلاج اللي هو اداني مرهم كده 3% شويه فما جابش معايا كده خالص. رحت الدكتور تاني قال لي انا مش بهاء. دي حاجه نافعه عن مثلا زي ثعلبة او حاجه زي كده. وكتب لي على مرهم نفس المرهم برضه 3% حاجه 3%. ثعلبة؟ وقال لي ايه؟ قال لك ثعلبة؟ قال لي حاجه نفسي عن ثعلبة او حاجه زي كده او لا هو اكيد ما قالكش كده لان الثعلبة دي عباره عن ايه؟ مساحه خاليه من الشعر. انما انت بتقول بقعه بيضاء. طب قول لي حضرتك يا احمد هي دي نقط صغيره قد راس الدبوس كده ولا مساحات كبيره؟ لا صغيره يا دكتور فيها كبير وفيها صغير مثلا لا كل مثلا 20 نقطه مثلا حاجه. كلها راس الدبوس ما عدا واحده او اثنين بس هي اللي كبيره في المجال. كبيره مثلا قد مثلا القرش كده او جنيه يعني؟ لا 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 خالص. صغيره. راس الدبوس بس كبير شويه يعني. طب انت عندك كم سنه يا احمد؟ 41. لا ده احتمال ما يكونش بهاء خالص. طب انا هسالك سؤال، هل في الدراع فيه؟ الدراع لسه ظاهر عندي نقطه صغيره خالص امبارح. بقول لك ايه؟ بص عاده بعد سن ال 40 بتطلع النقط البيضة دي مع كثره تعرضنا للشمس. طبعا اللي انت بتتكلم عليه ده اطمن ده مش بهاء. ده بتبقى ضعف صبغه كده. وبرده عشان تطمن اكتر وقلبك يطمن اكتر ابعت لي صوره الحاجات دي على صفحتي على الفيسبوك. وانا هطمنك انما مبدئيا اللي انت بتتكلم عليه ده ان شاء الله مش بهاء. ان شاء الله. الف سلامة. شكرا يا احمد. زينب الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا زينب. ازاي حضرتك يا استاذه ما؟ الحمد لله يا حبيبتي اتفضلي. طبعا خير يا دكتور ازاي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا فندم. ايه من فضلك يا دكتور عندي بس سؤالين عايزه حضرتك بس تجاوبني عليهم. انا عندي ابني هو عموما من ذوي الاحتياجات الخاصه. هو سنه 19 سنه. هو عنده في شعره قشور كده زي القشر بس عريضه
وفروته دايما دهنيه، وبحس ريحه شعره مش حلوه، يعني دايما بحس انها ريحه مش كويسه. تمام. وبستخدم له شامبو اللي هو حضرتك كنت قلت عليه اللي هو دانديل ده، واحيانا بستخدم البيتادين شامبو، لكن القشره دي عمرها ما بتروح. تمام. يعني تخف شويه مع الاستخدام، بس برضو ما زالت موجوده، والاقي دايما في شعره قشور قشور قشور، ومن قدام بالذات، واحيانا بتيجي في الحواجب وحوالين الانف. طب بصي، حاجات حمرا كده. خلينا الاول في السؤال الاولاني. ما هو ده السؤال الاول. يعني خلينا نتناقش فيه. ده نوع من انواع الحساسيه الدهنيه، ودي بتبقى مزمنه حضرتك. يعني انت قلتي، تفضلتي وذكرتي، قلتي هو بياخد علاج بتروح بس بترجع تاني. احنا محتاجين نستمر باستمرار على الشامبو اللي حضرتك ذكرتيه بصفه مستمره. طول ما انت مستمره عليه مش هتبقى القشور موجوده، لكن ما اقدرش اقول دواء اخده تقوم تروح ما ترجعش تاني، لان دي حاجه موجوده نتيجه افراز الدهون عنده باستمرار. فيبقى نتفق مع بعض ان الغسل بالشامبو وتركه 10 دقائق ثم شطفه، ده هيبقى حاجه يوميه باستمرار، فنخلص من المشكله. يعني كم مره في ممكن اعمل له الموضوع ده في الاسبوع؟ ممكن يوم بعد يوم حضرتك. يوم بعد يوم. معلش السؤال الثاني حضرتك، معلش هتقل عليك. عنده تحت الابط بيبقى ريحه العرق بتاعته فيري فيري باد، يعني السميل بتاعها فيري باد. تمام. ومن فتره كده لاحظت الاقي حاجات حمراء حوالين منطقه الابط كده ومحببه شويه. طب بس استخدمت له بعض، سالت الصيدلي استخدمت له مضاد كده زي حاجه اسمها فيوسكورت وكده، بس برضو مش بحس ان هو خف كويس. لا لا بلاش طبعا اي بتزعجني. بلاش اي كريم فيه كورتيزون طبعا خالص، منطقه البطن منطقه حساسه. بص حضرتك، ابعدي تماما عن الادويه ومزيلات العرق. نمرة واحد، طبعا بتزيل الشعر اول باول. اتنين، هتجيبي حضرتك شابة بودرة. الشابة البودرة. وبنتشطف وبنحط الشابة البودرة مرة الصبح مرة بالليل، انتهت المشكلة. يعني الريحة دي بقى كنت هتروح. بستخدم شابة برضو، بس برضو في ريحة. لا، حطي حضرتك اكتر من مرة، مش مرة واحدة في اليوم. الشابة البودرة. لان الشابة دي هي اللي هتضيع لك الريحة. الريحة دي على فكرة بتنتج من بكتيريا معينة. الشابة بتقتلها. في ناس بتحط على الشابه دي دكتور، من يعني مدام مسك وحاجات كده، مسك او لافندر. بلاش عشان ممكن تعمل حساسيه. والحاجات الشابه لوحدها هي موجوده دلوقتي؟ نعم، الحاجات الحمراء الملتهبه اللي حوالين الابط دي. بص حضرتك، هنجيب كريم بانثينول وندهنها 3 مرات في اليوم، 4 ايام هتروح ان شاء الله. ان شاء الله. متشكره جدا لحضرتك. الف سلامه يا فندم. الف سلامه، ربنا يبارك في حضرتك. تؤمري فندم. طيب انا عندي سؤال هنا دكتور، خاص بموضوع الشابه، بس ده سؤال من عندنا يعني. في ناس بتقول ان الشابه دي بتعمل كانسر وحاجات زي كده. حاجه فعلا ازاي يعني ما بتعملش؟ لا لا، طب ولا مزيلات العرق؟ ما ده كان السؤال الثاني. الحاجات اللي هي دي البادي سبريز اللي هي بتقول لك اما ما تاخد دش ما تحطش مزيل عرق، الناس اللي بتزيل الشعر ما تحطش عشان بيجيب كانسر، ففي ناس بقت خايفه فعلا تستعمل الحاجات دي. يعني المث دي اسمها مث، يعني اسطوره يعني اسطوره. كويس. موجوده على صفحات التواصل الاجتماعي. بتحذر فيها البنات، وكمان يعني بتحدد، خلي بالكم مزيلات العرق بتعمل سرطان الثدي. ده تخريف بين اي كلام او نوع من الهزل يعني. ده كان مش مظبوط خالص وبلاش اي اساس علمي. تمام. مزيلات العرق العاديه عيبها ان هي بتعمل حساسيه لبعض الناس، فبتغمق، فتعمل التهاب ويترك لون داكن. يعني الناس بتشتكي من لون داكن عاده بسبب مزيلات العرق. فعشان كده بنقول الشابه ما بتعملش سرطان. احنا اساسا ما نعرفش دلوقتي السرطان سببه ايه يعني. ما هو الناس دي بس. انا قلت احنا ما حدش يعرف يا جماعه السرطان ايه سببه لحد دلوقتي، فبلاش الفتح. طيب معايا هاني من سوهاج. الو هاني، معانا؟ ايوه يا هاني، اتفضل. ممكن اكلم الدكتور هاني؟ الدكتور هاني سامعك، اتفضل. بص هاني ومن سوهاج ده يعني لك وضع خاص. اتفضل. ايوه ربنا يخليك يا دكتور. تؤمر. لو سمحت، المدام شعرها خشن خالص. تمام. وطي بقى التلفزيون معلش. لا هي يا فندم بتقول له. هي بتمليه. سامعك يا فندم. ايوه. معاك. لا هو مش موطي. طب ايه المطلوب سيادتك؟ وطي صوت التلفزيون يا هاني. في علاج ليها؟ ده سؤال مهم جدا. اولا تقول للهانم ممنوع
فرد الشعر باي نوع من انواع الكريمات تحت اي مسمى، بروتين، ما بتفردش حاجه يا دكتور، ما بتستخدمش اي حاجه. طيب تستخدم استشوار بس سشوار. المسموح بيه استشوار، انما ما فيش حاجات كمان طبيعيه بتفرد ولا دواء، ما فيش اي كريمات ولا اي حاجه خالص على الشعر، استشوار فقط. تمر تحت. طيب موضوع خطير الموضوع ده، فرد الشعر. اه طبعا، عارف في ناس بتستعمل كريمات عاديه وبتسيب شعرها كيرلي زي ما هو بيبقى شكله حلو. اه ده مفيش مشكله، كريم مرطب. اه كريم مرطب عادي. اه فرد غلط. اه حتى كريم الفرد غلط. لا ده غلط جدا. اه ما هو في ناس بتستعمله، ده بيجيبوه من الصيدليه. هو كريمات الفرد لها مسميات، كيراتين، بروتين، كولاجين، بوتوكس، كل دي مسميات كده زائفه يعني، او دلوقتي يقول لك نانو بروتين، ده كلام مش مظبوط، اي كلام، ما حدش بيستعمل دي فيها بقى. كلها فورمالدهيد او فورمالين، ومفيش حاجه اسمها زيرو فورمالين. لو حضرتك لقيتي عشان كده ريحتها بتبقى غريبه جدا في لما الكوافير بيعملها. اه طبعا. آه. وهنا بقى دي الخطوره فعلا. يعني ليه؟ كل الابحاث على حالات التجارب اثبتت ان الفورمالين بيعمل سرطان. فدي ماده مسرطنه 100%، نبعد عنها. بالاضافه ان هي بتوقع الشعر وبتكسره وبتقصفه وبتعمل حساسيه في الجلد، فكريمات الشعر في منتهى الخطوره. بلاش يا جماعه كريمات الفرد دي لو سمحتم، لو سمحتم، يعني خطر جدا، واحنا لازم كل مره ناكد عليها. يعني مش حاجه ظريفه ابدا. طيب ام نور بتقول هي عندها 30 سنه دايما بتطلع لها حبوب ميه في اطراف الاصابع وتقشر وتشقق في اصابع اليد معينه، واخدت علاج كتير مفيش فايده بقالي 4 سنين. لما بتحط بترافين نقط حبوب بتخف، ولما توقفها بترجع تاني. لا طبعا، بس هي بتقول ان هي بتردع طبيعي فمش عايزه تاخد ادويه كتير. لا طبعا، دي بتبقى نوع من انواع الحساسيه، واللي كنا اتكلمنا عليه قبل كده مرض ست البيت. هي طبعا بتحط ايديها وهي بتردع، فعندها بيبي فبتغسل طول النهار هدوم، تحط ايديها في الميه والصابون، بتغسل اطباق فبتعملها حساسيه في ايديها. العلاج الامثل ان هي تلبس جوانتي. جوانتي؟ اه لما تخش مطبخ هتطبخ، هتقطع، هتغسل اطباق، هتغسل خضار، اي حاجه، هدوم، لازم تبقى لابسه جوانتي. دي بتبقى حساسيه، وده قلنا قبل كده اسمه مرض ست البيت. اه قلناه المره اللي فاتت. اه فلازم تلبس حاجه عشان تحميها من الصابون. هو احنا ما عندناش ثقافه ان احنا نغسل الاطباق بالجوانتي. مش عارف ليه. مش عارفه ليه يا جماعه. وناس انا بتكلم مع سيدات عندي ما اعرفش ليه، ما تعرفيش. اتعودي. اه يعني وبعد اضرب لهم مثلا، اقول لهم انا دلوقتي لو في الشتاء طلعت في البلكونه من غير جاكيت هبرد. اه اطلع من غير جاكيت اخد ادويه برد، هيفضل عندي طول عمر اخد دواء. وانت في ناس بتتضايق من الجوانتي، اللي هو الجوانتي اللي بيبقى في السوبر ماركت ده، بيبقى أيوة كبير، الملون ده، الملون. بلاش ده، ممكن تغسلي بالجوانتي اللي هو اللي في الصيدليه الطبي. اي جوانتي، اي وسيله تمنع عن الصابون، لازق شويه على الايد فمش هيضايقك زي التاني. ساعات التاني بيبقى واسع كده فبيضايقها او بتدخل فيه ميه. ممكن حضرتك بص تلبس جوانتي قطن جوه، قطن، وتلبس فوقيه جوانتي بتاع غسيل. فهيبقى ماسك كويس ومفيش ميه تيجي على ايديها ومفيش اي خوف. ما هتقول لك بقى كل شويه كل ما اجي اغسل مواعين البس جوانتي. ايوه يا فندم، عندها مرض في ايديها يعني. واللي ما عندهاش تلبس برضه عشان ما يجيبهاش. الوقايه خير من العلاج. يعني بدل ما نقعد نجيب في ادويه ونصرف قد كده، هو الجوانتي يعني ب 20 جنيه. بتقول لحضرتك ايه؟ انا بقى لي 4 سنين. ايوه، لان مفيش حاجه اسمها علاج نهائي لاي مرض في الدنيا. مفيش حاجه اسمها كده. يعني دايما الناس تقول دكتور اكتب لي بقى دواء يقضي على المرض ما يرجعش تاني. مفيش. اي مرض في الدنيا لو تعرضت لاسبابه يرجع لي تاني. تمام. طيب يا ريت بس ام نور تكوني متابعانا. طيب انا معايا تليفون، معايا مين؟ معانا مين يا جماعه؟ مي من الجيزه. يا مي صباح الخير. صباح النور يا مي، علي صوتك. منورين. ربنا يخليك يا حبيبتي، اتفضلي. استأذنك يا دكتور، انا عندي 30 سنه ومرضع طبيعي، ومامتي عندها صلع وراثي في المنطقه اللي هي الاماميه من فروه الراس. وحاليا عندي التهاب في فروه راسي وبتوجعني لما باجي اصرخ. وشعري بيقع جدا، وانا خايف اوصل لمرحلتها، لان هي فروه راسها باينه، يعني هي وصلت في المرحله دي. اعمل ايه عشان ما اوصلش لده؟ انا باخد دلوقتي كالسيوم، وباخد كولاجين حبوب، بس، وفيتامين دي لحد ما اخلص رضاعه. هو ابني هيتم يعني هيخلص رضاعه شهر 3 الجاي ان شاء الله. بصي حضرتك، انت وصلت لسن ال 30 وده شيء مطمئن جدا، يعني انت وصلت لل 30 ومفيش صلع عند حضرتك وراسي.
بس فروه راسي خفيف يعني الفوق ده الجزء اللي فوق ده باقي يعني، بس مش زي الولد خفيف شعرك خفيف بالظبط. فاطمني لان ال 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 يعني السقوط الوراثي او الصاع الوراثي بيبان بدري عن كده قوي، بيبان من اول العشرينات، فده بطمنك مؤشر جيد جدا، ومش شرط ان الوالده عندها انك تبقي زيها، مش شرط يعني. طيب احنا بعد اذن حضرتك انت عندك اكونت على الفيسبوك؟ لا لا. طب ولا اي حد في العيله؟ ولا ايه؟ ولا اي حد في العيله؟ لا في اكيد عندي في العيله. طب بص اي حد يخش على صفحتي على الفيسبوك اوكي، انا كاتب علاج للحاله بتاعت حضرتك عباره عن فيتامينات وتركيبات كده، حاجة ممكن تعملها بنفسك يعني مش ادويه بتتباع. في حاجه اسمها البوست المجمع، انا مجمع اسئله الناس اللي منها السؤال بتاع سقوط شعر وكاتب علاجه، خشي وخديه وخدي الفيتامينات. الحاجات اللي انت ذكرتيها من شويه فيها حاجه من اللي انت بتاخديها دي ليس لها اي قيمه اطلاقا، كبسوله انت قلتيها وهقولها لك اللي هي الكولاجين، يعني ده مش اسم الدواء. انت الكولاجين ده لما بتاخديه وبينزل في المعده بيتهضم فما بيعملش حاجه، تمام؟ هي غالبا السكه اتقطعت يا معي. لا السكه معي، فهي بس تخش على صفحتي وتاخد علاج. طيب ادخلي على صفحه دكتور هاني. طيب معايا دعاء من شرم الشيخ. الو الو، مساء الخير او صباح الخير. صباح الفل يا دعاء، زيكم عاملين ايه؟ ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. عندي سؤال يعني كام سؤال كده. المايه عندنا هنا في شرم بيضه فمبوظ لنا شعرنا كلنا انا واولادي، بيضه وخشن وبيقع. ميه الحنفيه او ميه الاستحمام يعني. تمام. فشعرنا باظ بشكل مش طبيعي، زيوت مش نافع، كريمات مش نافع، انا مش عارفه اعمل ايه. طيب خلينا في اول سؤال حاجه حاجه. عايز اقول لحضرتك حاجه، حكايه ان الميه بتاثر دي يعني ايه عامل مش قوي قوي. الميه دي حضرتك تقصدي ميه الحنفيه؟ اه استحموا بيها. طيب لما بتدوقيها طعمها عادي ولا مالحه؟ ايوه. ما بندقهاش لان هي مش صالحه للاستخدام، هي بس اخرها حموم وضوء وكده. لا عرفتي ازاي يا فندم؟ انت دقتيها يعني؟ حضرتك دقتيها؟ ايوه دقتها طبعا. طعمها ايه؟ اول ما جيت ما كنتش اعرف. طعمها ايه؟ مالهاش طعم. طعمها مش مالحه، طعمها عاديه بس تحسها فيها صدى كده. بص دي ممكن تبقى حضرتك ميه يعني زين ولا هذا؟ لا يعني ميه يعني في هناك تحليه فممكن تبقى ميه تحليه. عايز اقول لحضرتك حاجه، دول الخليج كلها ميتها زي الميه دي بالظبط، وهناك ما شاء الله تلاقي شعرهم طويل وتقيل، فبلاش ننسب دي للميه، انما غالبا ممكن يكون في حاجات تانية. زي ايه حضرتك؟ قله أيوة. اكل السلطه الخضراء. تاكلوا سلطه خضراء كل يوم؟ بناكل. انا بانتظام؟ تغذيه رهيبه يعني، انا بعمل التونه لازم، التونه لازم، وسمك لازم. كويس. يعني في حاجات كتير انا ماشي عليها، لكن انا اصبري بس اصبري اصبري. الشامبو اللي بتستعمليه نوعه ايه؟ شامبو. ممكن يكون الشامبو. لا ما تقوليش نوعه، استني بس يعني احنا قلنا استني يعني ايه، ممكن يكون مش مناسب لشعر حضرتك. ممكن نعمل ايه بقى حضرتك؟ نعمل ايه؟ ممكن استعمله. هقول لحضرتك انت عندك حساب على الفيسبوك؟ عندي. طب بتتابعي صفحتي؟ متابعاك جدا يا دكتور. طيب في البوست المجمع بتاع مشاكل الشعر. تمام. في كبسوله فيتامينات. تمام. هتاخدي حضرتك كبسوله انت والبنات طبعا، كبسوله بعد فطار كل يوم. تمام. اعملي التركيبه اللي انا عاملها. تمام. تستعمليها ازاي بقى حضرتك؟ بنستعملها مرتين في الاسبوع بالليل. أوكي. هنقول مثلا اثنين وخميس. اوكي. النهارده الخميس حضرتك بالليل النهارده والشعر ناشف من غير ما تغسليه، باخد شويه نعمل تدليك داير ما يدور فروه الراس والشعر غاد حروفه. سيبيه على شعرك تبيتي بيه، تاني يوم الصبح اغسليه بشامبو من الشامبوات اللي انا كاتبها. تمام اوكي. نمشي على كام؟ ثلاث شهور. ثلاث شهور وادعي لي. انا هدعي لك من غير حاجه يا دكتور. طيب السؤال الثاني ينفع ليا وللولاد؟ اه طبعا. طيب تمام. طيب انا باخد فيتامين سنترم. السنترم ده ماشي عليه تقريبا بقالي سنه او سنتين يعني تقريبا. تمام. ابتديت في الاخر احس ان هو ما بقاش يعمل حاجه، وعايزه اعرف ممكن يعني ده ليه ما بقاش يحسسني ان انا عندي الباور او ليه يعني. انا او هو لازم ان انا اغير الفيتامين جسمي ما بيقبلوش؟ ممكن تاخدي الكبسولات اللي انا قلت لك عليها. اه ممكن دي كفايه قوي وهتغنيك عن اي كبسولات فيتامين تاني. ميرسي يا دكتور. طب مريفة.
شكرا يا دعاء. ام مي، الو ام مي. الو. ايوه انا ام مريم. ام مريم. ايوه ازاي حضرتك؟ ازيك يا ام مريم؟ الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي. الحمد لله. انا عندي بنت، انا ممكن اكلم الدكتور؟ دكتور سامعك، اتفضلي. انا بنتي عندها 10 سنين وهي بيضة قوي، وظهر لها بقع تحت عينيها بسيطه كده، بيضة عامله زي ما يكون خدش صغير ابيض كده. ايوه. فهي قلقانه قوي وخايفه، لسه شايفاها بقالي يومين، فقلقانه عليها ومش عارفه اعمل لها ايه. في الناحيتين؟ في الناحيتين، تحت العين. بقى لها قد ايه البقع دي حضرتك؟ يومين اتنين بس. طيب هي من 3-4 ايام اتعرضت فتره طويله وشويه للشمس؟ هي في المدرسه اكيد. ممكن المدرسة. احيانا مع تعرض الشمس بيحصل حاجه زي كده، ما تقلقيش يعني، بلاش مخك يروح لبعيد. ماشي. هي نباتيه مش اكيد لحوم ولا اسماك. لا لا مالهاش دعوه بالموضوع ده. بص حضرتك، حضرتك هتروحي الصيدليه، هتقولي له اديني الدهان اللي فيه ماده التك رولي ماس. التك رولي ماس. ماشي. وتدهني الصبح وبالليل، ان شاء الله في شهر يرجع اللون طبيعي، بس خليها تبعد عن الشمس. تتغذى. تبعد عن الشمس. ما عملهاش تحاليل ولا اي حاجه؟ لا اطمنها. طب عندي سؤال تاني حضرتك. اتفضلي. هي حضرتك لما معرفش، يمكن انا ده ملاحظاه معايا، كل ما بتزهق عارف المقعد بتاعها؟ مكان ما بتقعد كده بيظهر لها حبوب فيها راس بيضة كده، وبتفضل وجعاها ومش قادره تقعد خالص كل ما بتزهق. هي وزنها يعني زياده ولا مش عاديه؟ هي رفيعه كده وعسوله كده. طيب ما شاء الله. حاجه كل ما بتزهق بتقعد لوحدها يعني ايه، وتعيط وتعمل، فبحس ان ده بيظهر لها نتيجه زهق. طيب لا ممكن، بص حضرتك يعني راعيها باستمرار، يعني شوفي ايه اللي بيخليها تعيط باستمرار. هي صغيره قوي يعني. لا لو لقيتني هي حساسه زياده، هي لو لقيتني تعبانه، لقيت حد تعبان خاف عليك. يعني ناخد بالنا منها. الحبوب دي حضرتك هتجيبي من الصيدليه اي كريم فيه مضاد حيوي، وتدهنيه الصبح وبالليل، هتنشفها في 5 ايام. طيب ماجي، شكرا يا ام مريم. ماجي هنا عايزه تعرف ايه اسم فيتامينات الشعر اللي كان حضرتك بتقول عليها. ممكن تدخلي، احنا حاضر هخلي حد يكتبهم لك دلوقتي، بس تدخلي كمان على صفحه دكتور هاني، هي مكتوبه الفيتامينات دي. تمام. طيب معايا تيسير. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اكلم الدكتور هاني؟ يا حبيبتي اتفضلي. انا بنتي عندها 20 سنه. 20 سنه؟ ايوه. وعندها مرض البهاق من وهي عندها 10 سنين. تمام. 20 سنه. تمام. ورحت عند دكاتره كتير، وعملت لها اشعه فوق بنفسجيه، واديت لها مراهم كتير، ورحت اديت لها حقن تحت الجلد، بس كل ده طبعا يا دكتور ما جابش نتيجه. وبقالي 4 سنين بطلت العلاج. هو في مناطق طبعا في الوش والرجلين. تمام. والايدين. اوكي. منتشر يعني في الجسم. بص حضرتك، في علاج جديد دلوقتي احنا بنطبقه، علاج ممتاز جدا، غير مكلف، لا يعتمد على جلسات اشعه ولا على اعاده شمس، وبسيط. بس يعني هنعوز نشوفها، لازم ضروري عشان نحدد كورس علاج. بس هتعملي لحضرتك تحليلين قبل ما اشوفها. تحليل غده درقيه وتحليل وظائف كبد. غده درقيه ووظائف كبد. وظائف كبد. وان شاء الله نكتب لها العلاج، وربنا يكرمها وتخفي باذن الله. الله يكرمك يا دكتور. طب ممكن اوصل لحضرتك ازاي؟ يعني حضرتك في كنترول هيقول لحضرتك. ما تقفليش. طيب استني. تقفلي. في سؤال تاني يا دكتور. اتفضلي. نعم. شعرها برضو طبعا اللون بتاعه ابيض، وفي برضو مكان فاضي في نص الشعر كده. طبعا شيء طبيعي، المساحات البيضاء زي ما كنت بقول في الجلد. ايوه. في فروه الراس الشعر بيطلع منها ابيض، لما الجلد بيرجع لونه يبقى طبيعي. الشعر الجديد هيطلع باذن الله لونه طبيعي. طب والمكان الفاضي ده يا دكتور؟ ده عايز علاج. غالبا لو حته فاضيه مدوره كده ما فيهاش شعر. دي اسمها تعلبه. ودي علاجها ممكن تاخديه من على صفحتي على الفيسبوك. خلاص ماشي يا دكتور. شكرا. الف سلام. طيب دكتور نسمة محمد بتقول ايه علاج الزوائد الجلديه في الوش خصوصا تحت العين لشاب عنده 20 سنه، وهل ممكن في علاج لاثار الحبوب والكلف؟ العلاج الوحيد للزوائد الجلديه هو الليزر. الليزر. اوكي. العلاج الوحيد. ماشي. تمام. اما بالنسبه للكلف طبعا اذا كان خفيف ممكن كريمات تفتيح،
وهي ممكن تلاقيها في صفحتي. اذا كان زايد ممكن نستخدم التقشير او نستخدم الليزر بيشيلها. طيب عندنا كمان بقى كذا استفسار خاص بموضوع الفيتامينات. هي الفيتامينات دي دكتور يعني ايه؟ في بقى حاجات كده بتحصل قدامي زي مثلا انا الفيتامين ده كان حلو معايا قوي خديه، انا الفيتامين ده جاب معايا نتيجه خديه، انت محتاجه اصل مش عارفه تقول لها ظهري بيوجعني، لا انت محتاجه كالسيوم من غير ما تروحي للدكتور، خدي فيتامين خدي كالسيوم. فهل الفيتامينات دي بتتاخد عشوائيا كده؟ يعني اي اروح للصيدليه اقول له عايزه فيتامين عشان شعري بيقع، ولا عايزه فيتامين عشان بشرتي مثلا تعبانه، اخد اي حاجه ولا اخدها ازاي؟ ولا الفيتامين ولا اي حاجه، ما ينفعش اروح اخد حاجه كده من نفسي عشوائي. حتى الفيتامين يقول لك اصل ده فيتامين ما بيعملش حاجه. في حاجه اسمها هايبر فيتامينوزيس، يعني انا لو خدت فيتامينات بجرعه زياده تعمل لي مشاكل صحيه. كل الفيتامينات لو اتاخدت زياده تعمل مشاكل، تعمل مشاكل فعلا، ولازم يبقى الجسم محتاجها، مش ما تتاخدش كده عشوائيه. عندنا مثل بسيط قوي بيقول حاجه اللي تزيد عن حدها تتقلب ضدها، فما فيش حاجه اسمها كده. والفيتامينات دي خلي بالك برضه عشان في ناس كتير يقول لك لا انا مش عايز فيتامينات كتير او مش عايز فيتامين اساسا عشان بيتخن، ده تخريف. الفيتامينات ما بتدخنش، بيقولوا بياكل، مفيش حاجه اسمها كده. الفيتامينات بتساعد على التمثيل الجيد للغذاء. يعني انا لو ما باكلش وباخد فيتامينات كل يوم قد كده مش هتخن، انما لو باكل كتير هتخن. لا هما بيتكلموا ان اي فيتامين بيفتح الشهيه، مفيش حاجه اسمها بيخلي الواحد ياكل، ده كلام مش مظبوط. وما ناخدش بقى فيتامين عشوائي، يعني لازم نسال بالظبط هل انا محتاج فعلا، انا محتاج له ولا لا. انا ممكن اكون مش محتاج له. طيب وكل فيتامين نقصه ليه اعراض. فيتامين ليه حاجات على الجلد، فيتامين سي بينزل دم وهكذا. طيب هل السؤال التاني بقى خاص بموضوع الكولاجين، وفي ناس بتشتري الكولاجين اللي هو كريمات؟ لا الكولاجين اللي بيبقى في الليكويد عشان تعمل بيه ايه؟ عشان تحطه على وشها. ايوه دهان. دهان مش كريم. مش كريم، لا مش الكريم في ده وفي ده. دلوقتي طالع موضه اللي بيشتروه في الامبول زي بتاعت بيروحوا يشتروه من الصيدليه او من على من اونلاين، يعني بيشتروه اونلاين وبيحطوه على وشهم او على الشعر. ده بقى ايه؟ لو حطوا كل يوم كيلو مش هيعمل حاجه خالص، مش هيعمل حاجه ولا حاجه خالص. طب يا جماعه عشان الناس اللي بتبيعه بس بقد كده ويقعدوا يقولوا ده مش ده عارف، ده في كريم يعني مشهور جدا بيتباع على السوشيال ميديا ثمنه حوالي 8000 او 10000 جنيه معروف. لا فيك لا اللي طالعه موضه اللي هي في السايل ده، حضرتك عارفه ازاي؟ زي بيتاخد في الحقنه. اصل الكولاجين هو ملوش ماركه، هو مش ماركه، هو بيتاخد ده له كبسولات كمان. كبسول؟ لا مش الكبسول، في كله. هو عامل زي الزيت يا فندم معايا. سائل. اوكي زي قلته. طيب هو لازم يعني لازم يبقى لو حد عايز كولاجين حقن، لازم حقن. بص يا هانم، الكولاجين دي حاجه جوانا، كويس؟ مع تقدم العمر بتتاثر، ومع التعرض للشمس اكتر بتتاثر. مش هينفع ادهن فتبقى ترجع تاني، مش هينفع. مش اكسترنال يعني، مش هينفع خالص. لازم حقن. طيب ماشي. طيب انا معايا تليفون، معايا احمد، معايا مين؟ الو احمد. طيب السؤال التاني كمان في حاجه خاصه، بس ده بقى في ناس تقول لك ان بالنسبه للحقن بقى يا دكتور، هل الحقن بتاعت الفيلرز والحاجات دي لازم لما اجي احقن مره مثلا حقنت بنوع معين احقن بنفس النوع تاني بعديها، ولا ده خطر؟ و يعني ايه؟ اصل هقول حضرتك حاجه، يعني في مكتوب دلوقتي على الفيسبوك ان اللي بيحقن مثلا فيلر حقنت انا بنوع ماركه حاجه معينه، فانا رحت احقن تاني لو ما حقنتش بنفس الماركه مش هيملى؟ لا بيعمل مشاكل، بيقولوا بيكلكع او حاجه زي كده. لا لا لا، اللي بيكلكع دي خطا من الدكتور او الدكتوره اللي حقنت. الفيلرز انواع، في حاجات بتيجي من بلاد يعني من غير اسماء خالص، تبقى حاجه يعني ما انا بسال عشان تعبانه يعني، وفي ماركات عالميه معروفه. الفيلر الكويس بيقعد تاثيره على الاقل سنه ونص، وممكن يقعد سنتين. سنه ونص؟ وسنتين كمان، انما اللي بيقعد شهرين ثلاثه دي بتبقى حاجات تعبانه ومعروف مصدر البلاد اللي بتيجي منها. الحاجه الثانيه اي حاجات كلكعه وكده ده خطا من الحقن. اوكي تمام. طيب تمام. عشان برضو كان في كذا سؤال خاص بموضوع الفيلر. وبعدين الفيلر ده مش في اي حته في الوش نحن فيلر، ما ينفعش مثلا احقن فيلر هنا خالص، ده خطوره. الفيلر ايه اماكن؟ ممكن تحت العين، الخد، هنا، هنا، مش اي حته. هنا بوتوكس بس. هنا بيبقى بوتوكس وهنا بوتوكس.
يعني هنا هو دكتور الفيلر ده لما بيدوب في الجسم يعني بيروح لا ده حاجه اسمها يونيك اسيد، ما بيدوبش، هو بيخش جوه بيعمل ايه؟ اول ما بيخش جوه بيلم الميه، عارفه السفينجه؟ فيتنفخ فيملى المكان. ايوه بيروح فين بقى بعد ما يروح؟ بعد مده الجسم نفسه بيطلع انزيمات بتهضمه. بس في ناس كانت بتقول لك الكبد يعني ممكن ياثر على الكبد، ممكن ياثر على مش عارف ايه، على حاجات يعني بيختفي في الجسم ازاي؟ بيروح فين؟ ده مش بس كده، ده بيكسر. مش خطر يعني؟ لا خالص، ده مش بس كده، عشان برضه السؤال ده سالته امبارح. بس يقول لك الناس اللي عندها كانسر او بتعاني من سرطان ما تستعملش فيلر. طبعا كلام فاضي. لا تستعمله، ملوش علاقه خالص بالسرطان. ولا بالفيلر ده ملوش دعوه بالسرطان خالص، لا بيسبب سرطان ولا بيساعد ولا له علاقه ولا اي حاجه خالص. الحاجات دي امانه على فكره. طيب الحاجات دي امانه يا جماعه، عشان ده 50 سؤال بس على الحكايه. مين يحقن؟ دي اهم حاجه، لان احنا بنكتشف ناس مش دكاتره اساسا بيعملوا الكلام ده، ممكن تبقى اخطائهم قاتله. طيب ناخد بالنا بس، يعني هو الموضوع مش قصه يعني مش حاجه على حاجه بقى اللي اقول لك لا، لما تروحي اسالي الدكتور ده نوع ايه علشان لما تحقني بعد كده لازم تحقني نفس النوع، فدي طلعت اسطوره اي كلام يعني. طيب دكتور بس عايزين بقى في النهايه علاج، في ناس تسال بقى على علاجات البهاء اللي فيها، هل في علاجات بس كلها علاجات دوائيه؟ مفيش حاجات ليزر وكلام من ده؟ لا الحقيقه انا لا اؤمن بعلاج البهاء بالليزر. كانوا كاتبين ان في علاج. ما بص حضرتك، احنا اتفقنا ان ده ايه؟ خلل في نشاط الجهاز المناعي. تمام ففي الجهاز المناعي بيشتغل غلط. طب انا ما اعمل حته هنا بالليزر، طب انا الجهاز المناعي اللي جوه ده اللي فيه خلل انا ما عالجتوش، كاني بالظبط بعالج بحاجه موضوعيه فقط. يعني مثلا بيروح تاني يعني. يعني انا مش هقدر اعالج البهاء بكريم بس، في مشكله جوه، فلازم المشكله دي مناعيه، فلازم ادي دواء مناعي يصلح المشكله. بس هو بيتعالج ما في علاج جديد كويس قوي ان شاء الله. طيب في ناس كانت بتتكلم في علاج البهاء، في اماكن بيبقى بيوتي سنترز، وعايزه بس الناس تاخد بالها برضو من الحته دي عشان انا مش فاهمها قوي، بس كذا حد بعتها لي. بيعملوا ايه بقى؟ بتدخل في البتاع اللي هو الجهاز بتاع التان ده، انا جهاز الشعف البنفسجيه. فبتغمق جسمها، دي نفس الموضوع بتاع الشمس اللي اتكلمنا عنه في الاول. طبعا غلط. خطورته ايه ده؟ لا انا بسمر الجلد العادي اكتر، واللون الابيض مش هيسمر. لا هل الجهاز ده نفسه خطر كمان على الجلد؟ لا طبعا، هو الفكره الاشعه البنفسجيه طبعا بتبقى ويفز، في شورت ولونج. اللونج ما فيش فيها مشكله، اللي هي اشياء زي هو اخترعوا جهاز الاشعه البنفسجيه ليه؟ بره ما عندهمش شمس كتير، والدنيا طول السنه شتاء ومغيمه وسحاب. أيوة. فعملوا الاجهزه دي بدل اشعه الشمس، فالاشعه الشمس في البنفسجيه عملها في جهاز. اوكي، فنفس الفكره يعني قاعد في الشمس. تمام. طيب ده كان بس سؤال خاص بالاسئله اللي اتسالت لنا، عشان نكون بس ارجو ان احنا نكون جاوبنا على الاسئله. احنا قلنا على قد ما نقدر النهارده، بس احنا واضح يعني جاوبنا على معظم الاسئله الحمد لله. وبعتذر للناس برضو اللي يعني اتكلموا النهارده ما عرفوش يوصلوا لنا، ان شاء الله الاسبوع اللي جاي باذن الله، ومن هنا لغايه الاسبوع الجاي ابعتوا لنا كل الاسئله وكل الاستفسارات بتاعتكم، واحنا على قد ما نقدر كمان هنبعتها للدكتور هاني، واللي عايز يبعت صور كمان يبعت علشان برضو نبعتها للدكتور هاني في اسرع وقت ممكن. انا بشكرك جدا جدا يا دكتور، دايما منور برنامجنا نهايه الاسبوع. استاذ دكتور هاني الناظر استشاري الامراض الجلديه، شكرا لحضرتك. مشاهدي نهايه الاسبوع انتهت حلقتنا النهارده، ان شاء الله بكره اشوفكم 9 صباحا بتوقيت القاهره، فكونوا على موعد. باي.